بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز على البركة، أيها الإخوة، ينطلق شوط جديد من انطلاقات الخير والبركة، شوطنا الثاني والعشرون. ما شاء الله، خصص الإبكار المهجنات الأصايل مع هذه الشعارات الجميلة، هذه الشعارات المميزة، هذه الشعارات الحاضرة هنا بانطلاقاتنا وحضورنا الجميل، حضورنا المميز، ونحن دائما هنا في هذا المحترك. ما شاء الله يا الأسامي الحاضرة كثيرة، ما شاء الله 28 نقطة وشعار، عودة إلى المركز الأول، عودة إلى مقدمة الشوط، وابر أحمد بن عبيد بن حميدان الفلاسي، وفي المركز الثاني هجامة وحميد بن هاشم بن عبد الله بن خاطر الشامسي، وثالث المراكز ما شاء الله هناك من الجانب الآخر شعار سيل بن خيرات بالدودة العامري أيضا حاضر هنا مع هذا المعترك، وفي المركز الرابع ما شاء الله وجود رمسل محمد بن سالم بن راشد المزروعي، وخامس المراكز أيضا وصول غزر لسالم بن حمد بن قذوة العامري، وفي المركز السادس أيضا هناك الخزنة وحربي بن محمد كمد العامري، وسابع المراكز وصول ما شاء الله توق لسالم بن محمد بن سالم بن حماد المزروعي، وفي المركز الثامن أيضا هناك الشايب محمد بن معتوق بن ثنية العامري، شعار الواضح ما شاء الله التوقيت المميز، بينما اللي في المركز التاسع وصول مخايل وراشد بن حمد بن ضعي بن غدي الشبي، وعاشر المراكز هناك أشواق وسهيل بن سعيد بن عبيد بن عمير الاجتبي. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا، هكذا أيها الإخوة كان الوصف التفصيلي، هكذا أيها الإخوة كان التعبير للعشرة المراكز الأولى، أعطيناكم إياها وصفا تماما كمالا في هذا الحضور الجميل، هذا الحضور المميز ما شاء الله يا وبرا مع أحمد بن عبيد بن حميدان الفلاسي، من تسيطر على المركز الأول، من تسيطر على مقدمة هذا الشوط، بينما اللي في المركز الثاني هناك اللي هي في ثاني المراكز ما شاء الله تبارك الرحمن توك في ثاني المراكز سالم بن محمد بن سالم بن حماد بن حامد المزروعي، وفي المركز الثالث شعار المركز الثالث هناك للسيد سهيل بن خيرات بالدودة العامري ما شاء الله مسيطر على ثالث المراكز، بينما اللي في المركز الرابع اللي في المركز الرابع أيها الإخوة في رابع المراكز هناك من الجانب الآخر وصول رمسل محمد بن سالم بن راشد المزروعي، وخامس المراكز هارة في هذه اللحظات غزر أيها الإخوة سالم بن حمد بن قذوة العامري. هكذا كانت نتيجتنا، هكذا كان الوصف التفصيلي، هكذا كان عنواننا الانطلاقات الجميلة، الانطلاقات المميزة بأرضية هذا الميدان. الله يا المزروعي، الله يا المزروعي اللي غير ما شاء الله مع شعاره على المركز الأول، ومنفرد ما شاء الله مع توق على المركز الأول على مقدمة هذا الشوط، على مقدمة هذا الانطلاق توق لسالم بن محمد بن سالم بن حامد المزروعي، بينما سياسة في المركز الثاني لسهيل بن خيرات بالدود العامري، وثالث المراكز ما شاء الله وبرة لأحمد بن عبيد بن حميدان، وفي المركز الرابع وصول في هذه اللحظات رمسة محمد بن سالم بن راشد المزروعي. يلا يا برقراقي، يلا يا برقراقي، التاريخ له عنوان، التاريخ له عنوان، والاسم له مقام بن قذوة مع غزر سالم بن حمد بن قذوة العامري. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا لمراكزنا، دعناها عليكم بالوفاء تمام ما شاء الله. توق توق أيها الإخوة، توق على المركز الأول، تشتاق لهذا الموقع الجميل، هذا الموقع المميز، سالم بن محمد بن سالم بن حامد المزروعي حاضر ومتابع هذه الانطلاقات، سياسة في المركز الثاني لسهيل بن خيران بالدود العامري، رمسه هناك في ثالث المراكز، وتعود ملكيته محمد بن سالم بن راشد بن رقراقي. الله، يلا يا بن رقراقي، يلا يا بن رقراقي، عطني ابداعك،
ابداعك، عطني ابداعك، عطني جديدك في هذا المنطلق. الله السبق يبغي له سنامين، سنام واحد ما يسد المركز الرابع، وصول الشايب محمد بن معتوق بن ثنيه العامري هناك من الجانب الاخر، زعزع عبد الله بن سعيد بن غرير لشتبي. اللحظات الاخيره، اللحظات الاخيره، اللحظات المبدعه مع هذه الانطلاقه الجميله، الانطلاقه المميزه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، تبارك الرحمن. المزروعي وبرقراقي ايضا هناك بن ثنيه، اللحظات الاخيره التي تفصلنا عن خط النهايه. ولكن توق 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 ايها الاخوه على المركز الاول. سياسه ايها الاخوه غيرت سياسه هذا الشوط، غيرت سياسه هذا الشوط. وسهيل بن خيرات بن الدوده العامري، العامري من غير سياسه هذا الشوط في اللحظات الاخيره. تهانينا والناموس لسهيل بن خيرات بن الدوده العامري. المركز الثاني للسيد محمد معتوق بن ثريه. المركز الثالث توق لسالم محمد بن حماد العامري. وفي المركز الرابع هناك شعار بالرقراقي محمد بن سالم بن راشد بالرقراقي. هكذا ايها الاخوه كانت نتيجتنا لمراكزنا، ذعناها عليكم بالوفاء تمام. هكذا كان الوصف التفصيلي مع الانطلاقه الاخيره ومع المعترك الجميل. تهانينا والناموس ايها الاخوه، شعار السيد سهيل بن خيرات بن الدوده العامري. تهانينا والناموس.